وابن امائك نزلوا بك وانت خير منزول به. اللهم انهم محتاجون الى رحمتك وانت غني عن تعذيب عبادك. اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم، وان كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم انا لا نعلم منهم الا اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا، وانت اعلم بنا من بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد.